أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. الحمد لله رب العالمين، يذكر من ذكره، ويشكر من شكره، ويغفر لمن استغفره. أحق من ذكر، أوسع من أعطى، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، يعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليلُه، أرسله رحمةً للعالمين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمَّة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًّا عن أمته. ثم أما بعد، يتساءل المرء وهو يسمع قول الله جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ألم يجعل الله له مع ذلك يدين ورجلين؟ ألم يجعل الله له أعضاء كثيرة؟ لكن ذكر السمع، وذكر البصر، وذكر الفؤاد منةً من الله على هذا الإنسان وهو يخرج من بطن أمه إلى الدنيا. لك أن تتخيل لو أنك خرجت من بطن أمك أصمَّ فلا تسمع، وأعمى فلا تبصر، ومجنون فلا تعقل، أيكون لك شأن في الدنيا؟ أيكون لك أثر في الدنيا؟ أيكون لك نعمة تتنعم بها وأنت لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل؟ لكن الله جل جلاله أنعم عليك بإيجادك أصلاً لتتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وإن التفكر في خلق الله هو مفتاح معرفة الله، وإن الذكر لله هو مفتاح محبة الله، فإذا اجتمع تفكر وذكر اجتمع علم وحب. ولذلك قال الله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العقلاء، أولو الألباب، أصحاب الألباب، أصحاب العقول، من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياماً، إذ لولا الله لما قاموا، وقعوداً، إذ لولا الله لما قعدوا، وعلى جنوبهم، إذ لولا الله لما اضجعوا واستلقوا على جنوبهم. فكل حركة من حركاتهم وكل سكون من سكناتهم يذكرهم بالله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يذكرون الله برحمته التي وسعت كل شيء، يذكرون الله بفضله الذي عم كل شيء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ولا يستوي ذكر القائم والقاعد، ولا يستوي ذكر القاعد والمضجع، والناس في سيرهم إلى الله على ثلاثة أحوال: منهم القائم المسرع المسابق، ومنهم القاعد غير أولي الضرر
ومنهم المستلقي الغافل، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. قياماً إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طيب لما لم يقولوها وهم قعود؟ لا. لما لم يقولوها وهم على جنوبهم؟ لا، لأن القيام لله عبادة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويوم القيامة لا قعود ولا اضطجاع، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يذكرون الله إذا نظروا، ويذكرون الله إذا سمعوا، ويذكرون الله إذا اعتبروا فيما نظروا أو تفكروا فيما سمعوا. فأصبح الإنسان الذاكر لله متفكر في خلق الله لا محالة. ولذلك كانت الكلمات الأربع مرتبطة بحركة دائمة كونية. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فمن الذي أتى بالمساء ومن الذي أتى بالصباح؟ من الذي يدخل الليل أو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فاستغرق التسبيح المكان كله، واستغرق التسبيح الزمان كله، واستغرق التسبيح الأحوال كلها. يخرج الحي من الميت، النطفة ميتة، ماء مهين، فمن الذي خلق منه بشرا سويا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب، ميت التراب، ثم من نطفة ميتة، ثم سواك رجلا؟ إنه الله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب أليست السماوات بعيدة والأرض أقرب منها؟ أليست الأرض بعيدة ونفسك أقرب منها؟ بلى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ممكن تبصر السماء قبل أن تبصر الأرض، وممكن تبصر الأرض قبل أن تبصر نفسك، ولكن قلب ناظريك حيث شئت فلا ترى إلا مسبحا لله، موحدا لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. السماء ومن فيها لا يسبحون إلا الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم، فهل شكرتم الله على هذا المتاع؟ وهل ذكرتم الله عند رؤية هذا المتاع؟ فأصبح الناس ما بين ذاكر شاكر
وما بين غافل كافر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. إنها من أولويات النعم، هديناه السبيل. وأي سبيل؟ أي سبيل هدى الله البشرية إليه؟ إنه سبيل واحد هدى الله الخلائق إليه، سبيل الخروج من الضيق. من رحم أمك من أين تخرج؟ تطلع من فمها أو تخرج من القبل؟ إنه سبيل الدخول وسبيل الخروج. دخلت فيه وأنت نطفة، وخرجت منه وأنت بشرا سويا. فمن غيرك من نطفة إلى علقة، إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. من النطفة خلقت العضلات، منها خلق العظام، منها خلق الجلد والشعر، منها خلقت الخلايا كلها في بدنك. الماء واحد، النطفة واحدة، والعناصر مختلفة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فإذا رأيت ونظرت إلى جسدك فاعلم أن التين والزيتون ما خلق إلا لك، الفواكه والنباتات وما على وجه الأرض من المأكولات خلق لك، وما فيها من الأنعام خلق لك، وما في البحر خلق لك، وما في السماوات خلق لك. فهل شكرت الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً. هل لله ند في هذه؟ هل من خالق غير الله يخلقكم؟ أو يخلق لكم سمعاً إذا فقد السمع؟ أو بصراً إذا فقد البصر؟ أو روحاً إذا خرجت الروح؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ضعفاء ترجعونها. أرجعوا الروح معاشر الدكاترة والقراء والرقاة، هذه الروح تخرج إلى الله، فمن يستطيع أن يردها؟ لا أحد. فلولا إذا بلغت التراقي، فلولا إذا بلغ كلا إذا بلغت التراقي راجع إلى الله. وقيل من راق؟ من يرقي، من يداوي، من يعالج. وظن أنه الفراق، الميت تيقن أنه فراق الروح للجسد، فراق الجسد والروح للدنيا، فراق الزوجة، فراق الوظيفة، فراق الحي، فراق الحياة. ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لقد جاء أمر الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبضدها تتميز الأشياء. يا أيتها النفس غير المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى سخط من الله، إلى غضب من الله، إلى لعنة من الله، إلى عذاب أليم من الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين مطمئن بذكر الله مقرب من الله اقترب في حياته كلها من الله ولله وفي سبيل الله، شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونزل ملك الموت فألهمه الله كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فإذا بلسانه يقول لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله، لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإذا به يذوق الموت ولكن بطعم كالعسل، إذا به يذوق الموت ويقول حبذا لو جاءت الموت التي ترده إلى الله، الموت التي تكشف الغطاء عن وجهه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يبصر ماذا؟ فروح وريحان وجنة نعيم، وصل وهو على فراش الموت إلى الملأ الأعلى، نظر وهو في على فراش الموت إلى مقعده من الجنة، نظر إلى ملائكة الرحمة، استمع إلى كلام الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يتساءل الكثير ويقول ما بالنا نسمع القرآن ولا نتأثر ونذكر الله ولا نستمر، ما العلة؟ العلة مرض في القلب، فلو أن القلب سلم لانطلق اللسان بذكر الله، ولو أن القلب سلم لانطلق الجسد في عبادة الله. أيها المؤمنون، إن ذكر الله لا يكون باللسان فحسب ولا بالجنان فحسب، بل ذكر الله بكل شيء، بالجنان واللسان والبنان وسائر الأركان. أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله يذكر الذاكرين، فاذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر، فإذا ذكرته ذكرك. وأسألك بالله أي الذكرين أعظم، ذكرك أنت له أم ذكره هو لك؟ في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. لا إله إلا الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي. سبحان الله، لماذا قال واشكروا لي بعد قوله أذكركم؟ لأنه إذا ذكرك ربك مرة واحدة كتب لك الذكر فلا تنسى، كتب لك الذكر فلا تنسى، كتب لك الذكر فإذا بك يدعى لك باسمك في الملأ الأعلى وفي قيعان البحار وفي لجج البحار وفي أعماق الأرض وفي كل مكان. من ذكر الله ذكره كل شيء وأحبه كل شيء ووضع القبول له وأنزل التوفيق عليه، ومن غفل عن ذكر الله فلا يدري في أي واد يهلك. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إن عدم الذكر غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فالغفلة نتيجتها الإعراض عن ذكر الله، والذكر نتيجته الإقبال على ذكر الله. فإذا رأيت نفسك معرضاً فاعلم أن ثمة غفلة،
وكيف تعالج الغفلة بالرجوع إلى الله، من باب التفكر أو من باب التدبر؟ والتفكر ذكر والتدبر ذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. التفكر في المرئيات، والتدبر في المسموعات. أفلم يدبروا القول؟ والمرئيات مصحف مفتوح، كل شيء ينادي فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمسموعات من الأصوات المختلفات مصحف آخر، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فانظر بعينيك إلى الألوان واسمع بسمعك إلى الأصوات لتعلم أن الألوان من فعله والأصوات من فعله، وكل هذا خلقه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. استغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤمنون، ساعة من التفكر تزيد الإيمان في القلب، وساعة من التدبر تزيد الإيمان في القلب، وساعة من الذكر تثبت الإيمان في القلب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إليه يصعد الكلم الطيب، فكم من الكلم صعد منك إلى الله؟ زن كلامك، كم من الكلمات تخرج من فيك ومن بين شفتيك في اليوم والليلة، وكم منها لله، كم منها ذكراً لله، كم منها تسبيحاً لله، كم منها تحميداً لله، كم منها تكبيراً لله، كم منها تلاوةً لكلام الله. زن كلامك، واعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا كانت الكلمة من رضا الله أنبتت شجرة من طاعة الله. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأنت في الأرض تزرع، أو أنت في الأرض تؤذي من يزرع، فإذا كانت كلماتك شجرا طيبا يؤتي أكله، ذكرك الناس بالخير، وذكرك الكون بالخير، وبقي أثر الخير بعد موتك، سنكتب ما قدموا وآثرهم. وإذا كنت ممن يقتلع الأشجار ويضعها على الطرقات يؤذي الناس، فموتك خير من حياتك، موتك راحة للعباد والبلاد، فما تبكي عليك أرض عند موتك ولا سماء. وأما ذلك الآخر فالأرض تبكي عند موته، والسماء تبكي عند موته، فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم لم يرفع لهم كلم طيب، لم يصعد لهم عمل صالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما أكثر الكلم الطيب. سبحان الله كلمة طيبة، الحمد لله كلمة طيبة، لا إله إلا الله كلمة طيبة، الله أكبر كلمة طيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة طيبة، السلام عليكم كلمة طيبة، والقرآن كله من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، كل كلمة فيه طيبة.
فما حظك من الكلم الطيب؟ وما حظك من العمل الصالح بعد الكلم الطيب؟ من طاب كلامه طاب عمله، ومن طاب عمله رفع عمله وكلمه إلى الله، ومن رفع له الكلم والعمل كتب في عليين، ومن كتب في عليين شهد على عمله المقربون من ملائكة الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ورب كلمة من رضا الله جل جلاله لا يلقي لها قائلها بالا يصل بها إلى الفردوس الأعلى، ورب كلمة من سخط الله لا يلقي لها قائلها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وجمع الله لنا في صلاتنا بين الكلم الطيب والعمل الصالح، بين الذكر والفكر، فهذه الصلاة هي الجامعة لجميع عبادات الله. فاللسان يذكر الله تكبيرا وتسبيحا وتهليلا وتلاوة للقرآن، والبدن قائم وقاعد وساجد للرحمن، والقلب خاشع بين يدي الله، والمصلي في اتصال مع الله وكلام مع الله، حمدا وثناء وتمجيدا وإعلان عبودية وإعلان استعانة ودعاء هداية. والله جل جلاله يقول: أدعوني أستجب لكم مطلقا، فكيف إذا كان الدعاء بعد حمده، بعد الثناء عليه، بعد التمجيد له؟ حمدني عبدي، عندما قال الحمد لله رب العالمين، أثنى علي عبدي، عندما قال الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، عندما قال مالك يوم الدين، هذا بيني وبين عبدي عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لعبدي عندما قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، التفكر في نعم الله، والتفكر في البلاء الذي وقع بإذن الله، والتفكر في الآلاء التي لا تعد ولا تحصى من عند الله، كل ذلك يدفع القلب إلى معرفة الرب جل جلاله. ومعرفة الرب تزيد من حبه، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره، وكلما زاد العلم بالله زاد الحب لله، وكلما زاد الحب لله زاد التوفيق بإذن الله. فاستعدوا لمحبة الله بقلوب ذاكرة لله جل جلاله، وألسنة ذاكرة لله جل جلاله، وأبدان ذاكرة لله جل جلاله، فإذا جاءت الساعة الآخرة يوم تفيض الروح وتعود إلى باريها، تفيض عن قلب سليم بذكر الله، وعن لسان مستقيم على ذكر الله، وعلى بدن قد استقام على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله بقلوبهم، قالوا ربنا الله بألسنتهم، قالوا ربنا الله بجوارحهم، قالوا ربنا الله في حياتهم، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، قبل صعودي للمنبر أبواب المسجد ملأى بالملائكة، وقد جلسوا يستمعون للخطبة وفي كل خطبة، وقد كتبوا أسماء من حضر، أول من حضر وآخر من حضر قبل الإمام، وكل من حضر بعد الخطبة لم تكتب أسماؤهم في سجلات الملائكة. فعلينا أيها المؤمنون
أن نبكر بالحضور لصلاة الجمعة ونتسابق، لأن من كتبه الملائكة أول الحضور في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه لله جل جلاله ناقة، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن حضر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن حضر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن حضر في الساعة الخامسة وهي آخر ساعة قبل صعود الإمام المنبر كأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد صعود الإمام كأنه لم يقرب شيء، ولم يكتب الملائكة اسمه. فحذاري حذاري من الحرمان، حذاري حذاري أن يقدم الناس بدنا ونقدم بيضة أو دجاجة، فليس من شكر الله أن نكون من المحرومين في وقت عطاء الله. فسابقوا لحضور الجمعة، واعلموا أن من ترك ثلاث جمع متهاونا بها ختم على قلبه، ومن ختم على قلبه لا تنفعه موعظة واعظ. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وإذا أصبح على السمع غشاوة فلا ينفع، لو قرأت القرآن عليه كله ما اتعظ به. ومنهم من يقول كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، اعلموا أن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء. اللهم يا صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم قلوبنا بيدك، اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، اللهم لا نملك قلوبنا ولا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حول قلوبنا لمرضاتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت، وثبت ألسنتنا بالقول الثابت، وثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت إذا بلغت الحلقوم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وأحشرنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا برعايتك وسائر المسلمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وأكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم هيئ لهم بطانة الصلاح، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك أن تنصر بهم دينك، وتعلي بهم كلمتك، وتوفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم ونواصي ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. أغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك. اللهم وأغثنا بسكينة من عندك يا حي يا قيوم. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم من بلغ منا الأربعين فوفقه لما تحب وترضى بقية عمره، ومن لم يبلغها منا فوفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم زدنا من الخير، وبارك لنا في كل خير. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.